يا واش الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كيف العاده معنا مقطع جديد عن اخر الاخبار والتسريبات. المهم الخوت، في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا بخصوص الناس اللي كيسولوني على فري فاير ماكس وشنو هو الجديد اللي غيكون فيها وامتى غتنزل. كذلك الخوت بخصوص الفاير باس اللي غيكون من وراء الفاير باس هذا، وكذلك الخوت غنتكلموا بخصوص المتجر الجديد. يعني كيقولوا لي شي ناس واش غيكون متجر ديال التخفيضات وراء هذا. المهم غنتكلموا في متجر التخفيضات حيت بزاف منكم معجبهمش هذا الشكل هذا. وكذلك غندويو بخصوص العوده ديال سكارت شيطان والام بي 40 سبرا، وكذلك الاكس ام ويد ديال الحاضنه. المهم ثلاثه ديال السكينات ديال الحاضنات غنرجعوا معنا. المهم الخوت بلا ما نطول عليكم اكثر في مقدمه، ما تنساوش دابا السبسكرايب في القناه الا كنتي باقا جديد. كذلك الخوت ما تنساوش حطوا لنا لايك ديالكم. كنقول لكم كنعتذر على هذه الغيبه ديال اسبوع، تقريبا ما لحقت والو صراحه، كانوا شي حوايج يعني خاصين برمضان داكشي. المهم الخوت دابا رجعوا عاوتاني فيديو نهار نهار لا ولا كل نهار علاش لا. المهم الخوت ما تنساوش لايك سبسكرايب، وبلا ما نطول عليكم اكثر في مقدمه، ما تنساوش تبعوا الفيديو حتى الاخر يكونوا معنا شي تسريبات جداد. ويلا بلا ما نطول عليكم اكثر في مقدمه، ندوزوا للانتروداكشن. ونبداو باول حاجه واللي واحد الخبر، صراحه خبر صادم وما كانش متوقعه بزاف، وانا يعني خبر من عند الشركه ولا حدث جديد من عند الشركه ولا حاضنه جديده غتنزل معنا غدا ان شاء الله. المهم الخوت بلاصه لوكر رويال غتنزل معنا ان شاء الله غدا حاضنه جديده نهار 28. المهم كما كتشوفوا هنايا باقا 29 باقا 29 باقا 29 دقيقه اللي هي نص ساعه، وغيحطوا لنا فيها حاضنه جديده. الحاضنه الخوت غتكون كتكون من ثلاثه ديال الانواع ديال السكينات. الاول هو الام بي 40، الام بي 40 الصفراء اللي كتعرفوها كاملين واللي كانوا على اكواد. ثاني حاجه واللي هي سكار تيتان واللي كيعرفها كاملين. واخر حاجه واللي هي الاكس ام ويت. الاكس ام ويت يا الخوت راه من احسن الاكس ام ويتات، يعني من احسن سكينات ديال الاكس ام ويت اللي كاينين في اللعبه. المهم الخوت هادو ثلاثه غينزلوا معنا نهار 28، ولكن غالبا من بعد 28 دقيقه راه غينزلوا معنا في اللعبه، حيت مع كتسالي حاضنه كتحط وحده جديده. المهم الخوت الخبر هذا الصراحه ما مصدقوش بزاف، المهم ولكن شي حاجه زوينه انهم مرجعين حاضنه اسطوريه. باش نشرح لكم الخوت كيفاش يقدر يكون يعني الحاضنه غتكون غير حاضنه وحده، وفيها يعني فيها ثلاثه سكينات، يعني ماشي الحاضنه ديال الام بي 40 وفيها كاع السكينات ديال الام بي 40 والحاضنه ديال سكات تيتان وفيها كاع، فهمتي؟ وماشي بحال هكا، يعني غيكونوا هاد الثلاثه صافي، يعني الام بي 40 وسكات تيتان وكذلك الاكس ام ويت. يقدروا يزيدوا عليها شي حاجه ولكن ما تكونش حاضنات كاملين، يعني حيت ما كما كاتبين لك الحاضنه الاسطوريه، يعني ماشي كاتبين بزاف ديال الحاضنات. ومهم الخوت صراحه هادشي واعر هذا، واللي ما خداوش في اكواد راه يحصلوا عليهم دابا في اللعبه كما حطاتهم الشركه. وكذلك الخوت بخصوص لوكي رويال نيت، يعني في البلاصه ديال السكيل المتطور والشوت قال المتطور اللي يكون قادم معنا من بعد 8 ايام. المهم الخوت بغيت نوريكم غير سكرينات، يعني كيفاش غيكون الحدث وكيفاش غيكون الشكل ديال لوكي رويال ديال الشوت كان ديال الدراغون اللي غيكون معنا ان شاء الله وراء هذا الام بي 40 ديال ام بي 40 ديال الافعى. المهم الخوت كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، غالبا كما كتشوفوا السيرفر الاخرين راه حاطين لهم شوت كان وحاطين لهم باراشيت خاص بنفس الايفنت ديال الشوت كان وشكاره، وحاطين لهم كذلك تولوت بوكس. حنا غالبا ما يحطوش لنا هذا الشيء من داخل السبين، ولكن يقدر يكون معنا في شي حدث، يعني حدث عادي من بعد ما يحطوا لنا الشوت كان. صراحه الشكل ديال الشوت كان واعر بزاف، عطيتكم المهاره ديالو وعطيتكم كل شيء ديالو. الناس اللي ما عارفينش يرجعوا للفيديوهات الاخرين، غير الفيديو اللي لحقت اخر فيديو راه بسيمانه دابا غتلقاو فيه يعني كل شيء الخاص بالشوت كان جديد. داكشي صراحه ناضي بزاف، والشوت كان غيكون شوت كان واعر بزاف. ثاني حاجه اللي كدويت لكم عليها ووريتها لكم واللي هي واحد سكيطه جديده كنت قلت لكم غتبدا تنزل معنا، بغيت نوريكم غير الشكل ديالها من الداخل ديال اللعبه كيفاش الشكل ديالها كيف داير. غيديروا فيها شي سكينات، صراحه الشكل ديالها واعر بزاف. المهم هذا السكين ديالها، السكين ديال ديك السكيطه. السكيطه ما كتركب ماشي بحال السكيطه، بحال راك هابط نيت في طياره اخرى. المهم معاك تنقز من الباراشيت كيعطيوها لك مباشره، هذه غتكون معنا في شي حادث وغالبا المهم تكون تحصل عليها بالتوب اب ولا شي حاجه بحال هكا، وديك الساعات تبقى تستعملها يعني كسكيطه. صراحه هي فكره جديده ديال السكيطه، داكشي علاش الشكل ديالها عجبني بزاف. وما كرهتش تعطونا انتم الراي ديالكم لهنا تحت في التعاليق. ودابا الخوت ندوزو بخصوص السؤال اللي جاني في انستغرام وجاني مع بزاف ديال الناس بخصوص متجر ديال التخفيضات. المهم الخوت راه انستغرام ديالها نخلي لكم لتحت في الوصف، دخلوا راه كيكونوا تما اكواد، وكذلك يعني الا عندك شي سؤال بحال هكا كنجاوبوا عليه في فيديو الا كان كيتسول بزاف. المهم الخوت بخصوص واحد السؤال بخصوص متجر التخفيضات قال لك يعني غيكون من وراء هذا المتجر اللي حاطين دابا. المهم قبل ما ندوزو لهذا الموضوع، انا بزاف منكم يعني ماشي بزاف، المهم اغلبيه ما عجبهمش هذا الشكل ديال المتجر، قال لك ما فهمناش ليه حنا باغيين المهم المتجر ديالنا
بنادم ولا في متجر واحد واخا هكاك حتى هذا زوين والشكل ديالو زعما فهمتي حتى هو ما كياخذش فلوس بزاف وما عرفتش ما كياخذش دياموند بزاف وما عرفتش. المهم الخوت بخصوص المتجر العادي انا جاوني شي اسئله كيقول لك يقدر يكون يعني من وراء هذا المتجر واش يقدر يكون متجر واحد اخر. المهم الخوت بغيت نقول لكم بان راه ما غيكون حتى شي متجر اخر من وراء هذا المتجر يعني متجر واحد اللي كيكون وسكينات وحدين اللي بغيت نقول لكم اللي كيتسربوا ديال المتجر يعني سكينات وحدين ولا عقلت راه قبل ما ينزل هذا المتجر كنت قلت لكم الا نزل معنا متجر ديال التخفيضات هادو هما السكينات اللي غيكونوا فيه. دابا السكينات ديال هاد الشهر هذا نقدروا نقولوا سالاو باقي سكين واحد ديال واحد ايفنت غنوري لكم دابا. المهم السكينات ديال هاد الشهر تقريبا راه هذا كان هو المتجر ديال التخفيضات وهذا اصلا الشركه ما تقدرش دير واحد اخر والشهر قرب يسالي يعني المده ديال المتجر التخفيضات راه معروفه من نهار 22 حتى نهار 28 27 بحال هكا. المهم الخوت متجر اخر راه ما غيكونش. وبخصوص واحد السكرين نوري لكم اللي جاني بزاف بخصوص السكرين كيقول لك ها هو متجر هذا غير مونطي سكرين بين غير مونطي. وبخصوص السكينات راه كاينين بصح وغيكونوا خاصين بالحدث اللي حاطه الشركه دابا ديال هاد رمضان هذا وكما كتشوفوا راه هو الحدث المهم راي باراشيت وحاطين فيه شكاره الحدث سميتو فايت كنظن المهم ما عرفتش هادي واش شراكه مع شي المهم انا كنظن شراكه مع مشروب. هاد المشروب راه كاين في الصين ولا في الهند المهم ولا في المهم بحال هكا كاين في الفيتنام كنظن. المهم هادي كنظن غير اشهار لهم في اللعبه. المهم بغيت نوريكم انا غير الشكل يعني ديال كاع الاجزاء ولا كاع الاغراض اللي غيكونوا في هذا الحدث هذا وشنو هما السكينات اللي غيكونوا فيه اللي غينزلوا معنا. المهم اول حاجه نبداو بها وبخصوص الكاتانا غتكون معنا جديده الشكل ديالها كما كتشوفوا هذا. المهم يكون معنا الشكل ديال الكاتانا كذلك السياره يعني ديال كما كتعرفوا ديال الفيراري غيكون معنا شكل جديد. المهم هادشي كامل خاص بهذا الحدث هذا كذلك الشكاره اللي حاطين دابا الشركه كذلك الخوت غيكون معنا. المهم الشكاره الشكل ديالها واعر بزاف لا في الليفل واحد لا في الليفل جوج المهم ما عرفتش. كذلك يكون معنا لوت بوكس لوت بوكس كيتحط حتى هو كذلك سكيطة غتكون معنا سكيطة. المهم جوج انواع ديال السكيطة وحدة غتكون فابور وحدة غتكون يعني في شي ايفنت باراشيت وكذلك الشوت كان الشوت كان راه تسربت عليكم غالبا غتنزل معنا في شي حادث خاصة بهذا الحدث هذا اللي كاين دابا شي حادث ويب بحال هكا يقدر يكون معنا في هاد الايام هادو. واخر حاجة اللي غتبقى معنا واللي هي السكينات الكبار اللي كانوا يعني كيقول لك بنادم غينزلوا معنا في متجر التخفيضات. صراحة السكينات الشكل ديالهم زوين بزاف اللوان فيهم واعرين ولكن هادو غينزلوا معنا غير في ايفنت عادي يعني تنزلهم في الشركة خاصين تما بهذا الحدث هذا اللي حاطين دابا راك تسربت لكم شحال هذه كنظن. المهم الخوت هادو هما السكينات كاملين يعني راه ما كاين لا متجر تخفيضات اخر لا والو وهادو هما جميع الاغراض اللي غيكونوا معنا في هذا الحدث هذا لكم غالبا غيكون هذا غير اشهار ديال شي مشروب يعني فيتنامي. المهم الخوت هذا ما كان بخصوص جميع الاغراض ديال هذا الحدث هذا. ودابا الخوت ندوزو بخصوص الفاير باس واخر حاجه اللي غتكون معنا في هذا الفيديو هذه كما وعدتكم هذه غير حطيت لكم حيت وعدتكم في الفيديو الاخر قلت لكم غنسرب لكم فاير باس ديال يونيو ومن تما بقيت حطيت الفيديو داكشي علاش غنحطو لكم في هذا الفيديو هذا. المهم بخصوص الفاير باس ديال يونيو الخوت غيكون خاص بالامير والاميره. المهم كما كتشوفوا دابا التريلر ديالو صراحه الشكل ديال التريلر واعر بزاف والتسكينات اللي في الفاير باس عجبوني على الفاير باس اللي غينزل في ماي. المهم هذا ديال يونيو واللي غينزل من هنا 4 ايام ديال ماي راه سربتو لكم وراه غنسربو لكم فيديو جاي قبل ما ينزل يعني بنهار نقدر نسربو لكم علاش لا بجميع الاغراض ديالو. المهم الخوت كما كتشوفوا هذا هو اللي غينزل معنا في يونيو يعني من الفاير باس اللي من هنا الشهر الجاي يعني ماشي هذا الشهر هذا اللي داخل دابا الشهر اللي ورا. المهم راه فهمتوني. المهم الخوت كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الفاير باس تريلر ديالو غنخلي لكم في الاخر ديال لا فيديو يعني الفاير باس كامل ومع شي اغنيه اللي غتكون ناضيه وخلي لكم جميع الاغراض وما تنساوش تعطيني الراي ديالكم ليه تحت في التعاليق. المهم الخوت انا حتى لهنا غنقول لكم راه اخر مره الغيبه هذه وبلا ما تنساو دابا سبسكرايب رايك في القناه الى كنتو باقيين جداد كذلك الخوت ما تنساوش تحطوا لنا لايك نوصلوا الفيديو ان شاء الله الماكسيموم لي لايك ويلا الخوت نخليكم مع الفاير باس بيكس عليكم تهلاو. Swallowing me, it's
We'll be right back.